احنا معنا دلوقتي ايضا لقاء مع مجموعه من الشباب من مختلف جنسيات العالم، وجهوا من خلالها رساله الى العالم عن مؤتمر المناخ COP27. خلينا نشوف. من المهم للقادة الأفارقة أن يتحملوا مسؤولية مصير هذه القارة. في هذه القارة واجهنا كل صعوبات التغير المناخي، وبصفة خاصة في منطقة الساحل التي آتي منها، حيث أن درجات الحرارة ترتفع إلى 1.5 درجة مئوية أسرع من أي مكان آخر، وهذا يعني أننا لا نزال في المربع صفر فيما يتعلق بالتغير المناخي. أشكر الشعب المصري والدولة المصرية يعني باستضافة هذا المؤتمر، ويعني ويدل هذا على أنه أول مرة يعني ينعقد هذا المؤتمر في إفريقيا، وخاصة في دولة كزي يعني مصر، يعني يدل على أنه يعني هناك يعني حماس يعني من قبل يعني من قبل مصر ومن دول يعني اللي تضررت يعني مثل الصومال تغير المناخ. رسالة واحدة يعني هي رسالة أنه العالم يعني عمل يعني عهود عمل يعني أكثر من مرة. نحن نريد من العالم أن ينفذ كل هذه العهود، وخاصة بالتمويل، لأنه نحن تضررنا يعني ما عندنا أي مشاركة في الكربون ولا أي حاجة. يعني نحن كدول يعني مثل الصومال نتضرر من تغير المناخ، من فينا الجفاف في كل يعني عام أو عامين، وفينا ما يترتب من هذا مثل مشكلة الأمن، مثل مشكلة النزوح. عايزين الناس تتبع أساليب جديدة وثقافة جديدة في التربية وفي المدارس وفي المناهج والسياسات والاقتصاد. يعني دي أنا بعتبرها نقطة تحول، زي مثلا بداية الثورة الصناعية، كأن دي بداية ثورة خضراء للعالم كله. من الصعب أن أعبر عن رأيي فيما يخص المؤتمر ككل. أعتقد أنه من المدهش أن يجتمع هذا العدد من البشر لكي يتفاوضوا حول أمر ملح نحتاج إليه. أعتقد أن هذا أمر هام. أعزائي القادة، أريد منكم أن تتأكدوا أن الطبيعة والمجتمع المحلي يقعان في قلب العمل المناخي. الأمر الأكبر الذي استمتعت به في COP27 هو أنك ترى عددا كبيرا من الناس من أجناس وأعمار وأنواع اجتماعية مختلفة يلتقون ويتحدون حول هدف واحد، وهو مواجهة التغير المناخي.